دراسه مشاكل النقل الحضري بالجماعه. النقطه الثانيه دراسه اهتمام عمليات هيكله الدواوير بالجماعه. النقطه الثالثه الاستعداد للموسم الدراسي 2022-23. النقطه الرابعه مناقشه ما وضعيه المحلات التجاريه المتواجده بالسوق الاسبوعي القادم والجديد بالجماعه. النقطة الخامسة مناقشة ودراسة الصيغ القانونية مع باقي الشركاء لاستغلال وإعادة تهيئ المقالع المتواجدة بتراب جامعة. النقطة السادسة الموافقة على إحداث هيكلة المساواة والتوفاق والفرص ومقاربة النار. النقطة السابعة مآل إتمام تنفيذ اتفاقية شراكة مبرمة بين الجماعة وشركة العمران والمتعلقة بإنجاز المشروع الحمراء بالجماعة. النقطة الثانية دراسة إتمام عملية هيكلة الدواوير بالجماعة. أستاذ هشام سعيد تفضل. تحية السيد عنيس والسيد الباشا والسادة العضوات والسادة الأعضاء المحترمين. في إطار تهيئ الدورة العامة للشهر ماي 2022 للمجلس الجماعي لعين عتيق والتي انعقدت بتاريخ يوم 5 ماي 2022 عقدت اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة والصحة المنبثقة عن المجلس اجتماعا يوم الخميس 21 أبريل 2022 بمقر الجماعة على الساعة 11 صباحا خصص موضوعه لدراسة النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال وهما كالتالي: النقطة الثانية دراسة إتمام عملية هيكلة الدواوير بالجماعة، والنقطة السابعة مآل إتمام تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة وشركة العمران والمتعلقة بإنجاز مشروع العمران بالجماعة. وحضر هذا الاجتماع السادة التي أسماءهم السيد هشام السعيد رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة، السيد إبراهيم إيفيدي نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة والصحة، عزيز حراقة نائب الثاني للرئيس وعضو اللجنة، هشام ماموس نائب الثالث للرئيس وعضو اللجنة، عبد الحق الصافي عضو اللجنة، كما حضر بعض ممثلي المصالح الخارجية والمصالح ومصالح الجماعة السادة الآتية ذكرهم: لمياء العمر يعني الوكالة الحضرية للسهادة التمارة، وشعيب الوساوي عن مدير المصالح الإدارية بالجماعة، محمد الربولي عن مصلحة التعمير والبيئة، محمد بعدي عن مصلحة الشؤون الإدارية والحالة المدنية، أمين الدولي عن مصلحة الشؤون الإدارية والحالة المدنية. وبخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بدراسة وإتمام عملية هيكلة الدواوير بالجماعة، تدارست اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة والصحة مع ممثل مصلحة التعمير بالجماعة والوكالة الحضارية أهم المراحل التي مر بها مشروع إعادة تهيئة بعض الدواوير بالجماعة، وكذا آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع مع إبراز أهم المشاكل العالقة التي حالت دون تفعيله، كما وافقت اللجنة على سلوك المسطرة الاستثنائية المعتمدة لإعادة هيكلة الأحياء ناقص التجهيز بالجماعة بناء على الاجتماع الذي عقد بمقر البشوية بحضور أعضاء مكتب المجلس الجماعي لعين عتيق ورئيس اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة والصحة المنبثقة عن المجلس، وذلك انطلاقا من دوار الحاج عمار باعتبار ملفه جاهز على أساس أن تشمل العملية جميع الدواوير المتواجدة بالجماعة بدون استثناء، وذلك لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود لتلبية مطالب ساكنة الدواوير المعنية. وبعد الدراسة والمناقشة وتبادل الآراء بين السادة أعضاء اللجنة تم اتخاذ التوصيات التالية: الإسراع بتشكيل اللجنة الإدارية المكلفة بالسهر وتتبع عملية إعادة الهيكل بالجماعة من أجل تفعيل هذا المشروع، تحسيس باقي الدواوير من أجل إحداث جمعيات وإعداد الملفات المتعلقة بإعداد الهيكل بالجماعة، إيجاد حل ملائم لمقرع حي الانطلاق من أجل إدماجه في عملية إعادة الهيكل. وشكرا سيدي. السائل وتقوية الطريق الرابطة ما طريق يعني طريق راك ما بين جنان الزهره المحدي لمحطه وقود الشارع اتجاه مقبره الحكومه. اعاده الهيكل وتقول لك اعاده الهيكل راه فيها حتى هادشي هذا نصايبوا الطريق. اسمح لي يا سيد الرئيس انا كان عندي تعقيب. اسمح لي سيد الرئيس. سيد الرئيس انا كان عندي تعقيب على التدخل ديال السيد المدير من قبل على اساس ان حدود الامكان فهذا غادي يبقاو غير من نهار تخلقت الجماعه وما عمر تصايبت شي حاجه سيد الرئيس. من نهار تخلقت سيد الرئيس شروط عدم يعني من الاوتوريزاسيون اللي كتعطيها الجماعه وكدوز للسلطه المحليه وكتوقف يعني ملي ما تتوفر شي من شروط سيد الرئيس علاش كتعطيوهم الاوتوريزاسيون من الجماعه سيد الرئيس يعني بحدود الامكان الطريق وما تصيب لا طريق لا ما بحدود الامكان بحدود الامكان رسالتو للرضال خصكم تبعوا رضال واش غنتبعوهم انا سيد الرئيس اجتماع هذه راه كتعني 35 اجتماع بان دوزت واحد الوقت طويل وتعلمات مشاريع وجات خلصت وداروا تصاميم ومنهم
ثلاثة تصاميم منهم دور الحاج عمر شامة وريضة بأنهم عند سيد العامل. علاش دابا كترجعونا للدور؟ هما عند سيد العامل ووقعت اجتماعات مع سيد العامل واتفق باش يدير اللجنة تما سيد العامل في العمالة ويبداو بهذا الملفات. هذا الملفات جاهزين وتخسرت عليهم البلد ديال الفلوس غادي نرجعوهم من الاول. اش من واتر؟ شنو واتر؟ اللوتيزمون بحالها بحال اللوتيزمون. غادي تجي المسائل التقنيه مع الملف اللي عندهم ويبداو لان 35 اجتماع راه داز بواحد الوقت 3 سنين ولا 4 سنين. ومن اللي وصلنا للحل ودار جميع التصاميم ديال الدواوين وهما موجودين واتفاقيه كنقولها من هنا امام مع سيد العامل واتفق معايا وقال لي نجيب وديت له ثلاثه واتفق وقال لي هكا كنقولها امام الجميع بان سيد العامل قال لي غادي نجمع اللجنه التقنيه وغنديو هاد الملفات هما الاولين. فعلي ذا سيد الرئيس يجب ان ندير واحد المراسله سيد العامل على هاد الضوء اللي كنقول لكم على الضوء اللي كنا والملفات اللي عندهم راهم مشاو بوردورو من هنا فيهم الملفات فيهم جميع المسائل وتعهد سيد العامل باش يجمع اللجنه التقنيه. فعلي ذا غادي نرجعوا دابا الاول عاود حنا في البشويه خاصهم يطلبوا طلع من العمل هذا غير معقول وغير قانوني لان واحد عدد المسائل تداخل ديال الاختصاصات. اللي نقول لك كاين المصالح ديال المجلس تبقى للمجلس وديال السلطه تبقى للسلطه. فلذا هذه القرارات خاصها يتاخذ فيها الاجراءات السيد العامل وفي اقرب الاجل الله يخليك. الى ما كان شيء نديروا واحد اللائحه ونمشيو لسيد العامل. حنا كنخليو لك الاختصاص ديالك وما تدخلوش به سيد الرئيس. دير مراسله وتمشي تزور العمل تقول له على ضوء اجتماعات اللي كانت وكيقول الرئيس السابق بانكم وعدتوهم باش تجمع اللجنه ويبداو فيها. فلذا وتجي وتنور المجلس باش المجلس يتبع ما سبق ماشي على هذه انا. راه كانت قرارات مجلس كما قال لك راه 35 اجتماع دازت من المكاتب ومن اللجان. فلذا سيد الرئيس الله يخليكم هادشي راه اللي كنشوف هاد التسيير دابا راه ولاو كيدخلوا فيه عندك واحد العداء هاد المصانع اللي غير صالحه. فهمتيني بداو تيديروا نسلوا ونعاودوا ونديروا هادشي راه غادي كيتاخر في عين عتي. فلذا الله يخليك سيد الرئيس تاخذ الاختصاصات ديالك وتاخذ هذا المجلس راه كله معاك وعندك الاغلبيه الحمد لله ما كتخاف حتى من شي حد. فلذا خاصك تبدا تطبق القرارات ديال المجلس والقرارات ديالك اللي في الاختصاص ديالك خصك تاخذ باش ما نحبسوش واحد شي حاجه. شويه راه ماشي ساهل باش تكون إعادة الفكرة ديال الدور راه صعيب لأن حنا من 2009 في المجلس ما قبل السابق كنا طرحنا حنا عدة اجتماعات في هذا الملف هذا عند السي مدن وكانت مجهودات على هذا الملف هذا باش يكون إعادة الهيكلة في سميتو. ولكن مع الأسف ما كاين تيبان ليا هذا الشيء صعيب. واحد قال يا سيد الرئيس قبل ما بعد تزيد واحد الانسان راه تنسميو بعدا واحد لازال واحد الصافي بعدا نسميو هاد الدور كما سبق قديم سمينا الدور كامل وكانت عدم الشروع في التسميه. كاين سي كانوا التسميات ديال مع الترقيم راه كاين عندنا مشكل ديال الدور الازقه والاسماء ديال الدواوير وكان الترقيم ديالهم راه كاين عندنا فاكتور ولا دوك صحاب الرياضات يكونوا جداد ولا هذا باش يسلم ديك الفاكتور. ولهذا السيد الرئيس اولا نسميو الدوار ونعطيو التسميه ديال كل الدوار والازقه مع التقييم. هذا السيد الرئيس اش غادي نقول لك بالنسبه لاعاده الهيكله راه شويه ماشي ساهله. راه حنا سبق لينا ديك من 2009 بعد شي مدن راه كنا حنا درنا لقاءات درنا اجتماعات ولكن ما كاينش النتيجه ما كاينش. ريحنا صاحب العماله ريحنا مع السلطه على اساس اعاده هيكله بهذا الدور. واليوم السيد الرئيس حنا تنطالبوا تشرعوا بذاك المقرر ديال المجلس ما قبل السابق راه كانت التسميه ديال الدواوير وهذه راه كاين معطيات عند المصلحه تاعنا. واشكر السيد الرئيس. السيد الرئيس حنا هاد المشكل ديال الدواوير اللي درناها في هاد النقطة ديال إعادة الهيكلة تيبان ليا بأن هاد الموضوع بأنه خدا واحد الوقت كبير وأسال الكثير من الميدان. يعني حنا كنشوفوا الإخوان السابقين علينا في
في المجلس الجامعي تيقول بان هذا الملف راه من 2009 وهو غادي ومازال ما تخاد فيه حتى شي حاجه. حنا درنا واحد ثلاثه ديال الاجتماعات على صعيد اللجنه ديال التعمير والبيئه، خدينا مجموعه ديال التوصيات، مجموعه ديال المقررات بالحضور ديال السيده ممثله ديال الوكاله الحضريه. المساله الاولى سيد الرئيس اللي بغيت نعرف هو مآل ديال هذيك اللجنه المكلفه الغير اساسيه للباشا، واش تم الحداثه ديالها؟ لان باش نطلق العمليه حنا ثلاثه المرات او الاربعه وحنا كنهضروا على هذا الاشكال، يعني كيبان لي بان الموضوع لم يبرح مكانه، يعني رحنا باقيين في نفس النقطه ما تحركناش. المساله الثانيه اللي هي خص واحد الجرد جديد للدواوير، اعاده تحيين لائحه ديال الدواوير، لان كاين دواوير اللي استفدت في المشروع الحمراء وكاين دواوير اللي لم تستفيد مازال جديده، وكاين ربما دواوير اللي ما لم يتم الاحصاء ديالها او وضعها في اللوائح اللي كاينه. المساله اخرى السيد الرئيس هو يجب التمييز بين يعني الدواوير الناقصه ديال التجهيزات والدواوير العديمه التجهيزات. كاين دواوير اللي عندها الاعدادات ديال الكهرباء وديال الماء وعندها البرونشمون في الصف الصحي، وكاين دواوير اللي ما عندهاش ادنى شروط يعني ديال العيش الكريم للمواطنين. مساله ثالثه رابعه السيد الرئيس هو كاين واحد بعض التجمعات السكنيه، يعني ناس اللي يعني كتلقى واحد اربعه او خمسه ديال المنازل شايلين البقايا ديالهم ساكنين في واحد البنت، يعني ما هماش دوار، واش هما غتشملهم العمليه ديال اعاده الهيكله او يعني يتم يعني الاستفاده ديالهم. هذا الموضوع ديال السيد الرئيس ديال اعاده هيكله الدواوير الناقصه، يعني خص التفكير جديا في هذا الموضوع وتحريك هذا الملف، يعني خص تكون واحد الاراده قويه، اراده من المجلس من السلطه باش العجله ديال هذا الملف انها باش تدور. مساله اخرى السيد الرئيس هو ان يعني خص التفكير في بدائل جديده، حنا دابا كنطرحوا المشاكل، الا جبنا المشاكل خصنا معاها نجيبوا الحلول، حنا عا كنطرحوا المشاكل وكنحطوا الاصبع على المشاكل ولكن ما كنتقدموش ما كنديروش حلول، خصنا الا بغينا نحلوا هذه المشاكل المشكل ومعاه الحل، خص التفكير الا كانت الامكانيه ديال اننا غنمشيو في اعاده الهيكله وغتكون واحد شويه ديال لاسوبليس في المساطر واننا غادي نزيدوا فيها مرحبا، ما كانش خصنا يعني نقلبوا على بدائل جديده. شكرا لكم سيدي. واش حنا راه كنبدلو في مجلس العماله معنا الاخوان كاملين ورا من اولوياتها هي بالنسبه لعائلتي. راه قمنا درنا زياره وكنت حضرتي معنا وشتي وخرجت السيده الرئيس ما كتحلش الامكانيات، لا حيت كتجبدها راه حنا اذا بغيتي لا شوف سي العمراوي راه حنا كنمثلوا في المجلس العام انا كنمثلوا جماعتين هذيك، وانت ديجا راه انت محظوظ بان قمنا بالزياره وراه مبرمجه وغادي شركه التنميه المحليه غتبدا تصايبها ان شاء الله. شكرا سيدي الرئيس. جماعي اللي غيعجبك فاليدا كينزل السؤال في داخل الاختصاص ديالو للمجلس عندي. شكون اللي عنده فضل؟ الحمد لله يعني كاينه بوادر ديال حل هذه المشكله. هذا بعض الاجتماعات ماراثوني جدا اللي داروها المجالس السابقه، يوم نستبشر خيرا ان الخطوه القادمه ان شاء الله اللي هي غتفك المشكل هي انشاء ديك اللجنه المختلطه برئاسه السيد الباشا، واللي من موراها ان شاء الله غيجي سونسيبيزاسيون ديال الناس، تحسيس ديال الناس، واللي متبوعه بتحسيس الجمعيات وبدايه ديال الورش. دونك اللي بغيتي ناكد عليه هو انه ورش اعاده الهيكله فيه الاهم من البنود ديالو هو تسويه الوضعيه العقاريه لبعض العقارات والدواوير. الملاحظه ان عندنا حين انطلاق ولا دور المقلع، فاحنا مقبلين على اعاده الهيكله، والارض اللي مبني عليها الدوار تابعه للاملاك المخزنيه، رغم ان هناك مرسوم لاقتناء القطع الارضيه، فالجماعه تتملص نورمالمون خصها تحمل المسؤوليه ديالها وتقتني ديك القطعه، سينو خصها تلقى حل جذري لهذوك الناس، حل يكون عاجل اللي تنصفهم وتخليهم حتى هما يدخلوا لاعاده الهيكله ان شاء الله. التصاميم راه هنا موجوده بمليون ديال الدرهم، والان عندنا كنوافق عليها المجلس كانت في الميزانيه 80 مليون للدراسه فريده بنزيدو. سيد الرئيس تاخذ الملفات اللي كاينين هنا وتخرج للدراسه باش يعطيو شويه ديال البقع، شويه ديال الطرق، شويه ديال داكشي، وراه كانت بموافقه ديال سيد العمل وراه كانت دارت في الميزانيه 80 مليون للدراسه فريده. راه عندكم جميع الحلول، شي
السيد الرئيس باش تاخذ المبادره وتخرج تشوف واحد البيرو دي تيود ولا تلاح واحد المارشي على ضوء الملفات اللي كاينين هنا وتخرج هذه الدراسه وتكمل لان الدراسه هي اللي غادي تمكن لك اشنو غيتعمل في التحفيظ اش غيتعمل في البنايات اش غيتعمل وشكرا لك. ديال 21 ابريل هو اسراع في خلق اللجنه الاداريه اللي كيترأس السي بلاشا لان هي الاساس السيد الرئيس ديالنا بهذني وعديه باش نتبعوا ونسهروا على هذه العمليه ديال اعاده الهيكله. موجود والملف ديالو جاهز ماشي الاول ولا الثاني يدخل العمليه ديال الهيكله. شكرا. طبيعة الحال من تصميم توبوغرافي شمولي للحي موضوع طلب لاعاده الهيكله كاين تصميم معياري معد من طرف مهندس معماري كاين لائحه المستفيدين مقام طرف رئيس الجمعيه طبيعة خاص انشاء الجمعيات التحسيس كاين الوصل المؤقت ديال الجمعيه مع الوثائق اللي كتثبت الملكيه ديال 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 البقعه الارضيه اذا الا كان الملف جاهز غنجتمع اللجنه موجوده ولكن ما يمكنش راه اجتمعنا اللجنه موجوده اذا الا كان الملف جاهزين غنجتمعوا ودرسوا ما تقرر ديالك وشكرا. اللجنه الاداريه المكلفه بالتطوير من اجل احداث الجمعيات واعداد الملفات المتعلقه باعاده هيكله الجماعه وكانت التوصيه الثالثه ايجاد حل ملائم لمقلع حي انطلاق من اجل ادماجه في عمليه اعاده الهيكله. كاين شي اضافه؟ إذن راه دائما كيبقاو رجعوا غير بالكذوبات باش ما عمر غادي نرجعوا راه ملفات موجوده وتخلصات عليها وهالملفات موجودين عندكم هنا ديال الدواوير كلهم إذن خصهم التطبيق وتنقول لك سيد العامل كان عاودها امام المشاورة امام المجلس بان دار اجتماع معاه ووافق قال لي غادي نجمع اللجنه التقنيه في العماله ونبداو في الرقص انا كنقولها خذ عليا هادشي وكنقولها وسير عند العامل وقول بان الرئيس السابق شنو قال راه علاش كنقول هادشي باش يمشي ما نبقاوش عاد نرجعوا كنهضروا في جميع المسائل اللي خاص الاداره دائما تعطيك المسائل اللي سبقات. ندوزو للنقطه الثالثه. زين زين بديت حساب من الاول سير فيها الصحاب صوت ولا ما صوتش؟ يا سيدي اللي بغى يصوت ولا ما صوتش ما تدخلوش انتوما الله يخليك. الرئيس يا سيدي خصو يهضر. الرئيس انا راه ما توجهش لينا الكلام الله يجازيك بخير وجهو للرئيس السيد الرئيس 15 ما توجهش لينا الكلام الله يرحمه كان الرئيس هضر معنا مع الكاتبه ما توجهش لينا الكلام ما توجهش لينا الكلام الله يجازيك بخير النقطة الثالثة الاستعداد للموسم الدراسي 2022 2023 محمد حنيني بوهني تفضل.